نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة مريم سميح وقراءة في أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، وأكيد من ضمن المنشطات اللي هنتعرف عليها أو هنعرفها دلوقتي ما يتعلق بالظهور الأول لميسي مع باريس سان جيرمان. مريم صباح الفل عليكي، طولي وهلي علينا بمنشطاتك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، هيكون معانا يعني عدة عناوين هامة جدا، وهي العناوين التي صدرت صباح اليوم الاثنين. والبداية من الوطن سبورت، مدرب أنجولا: مصر أقوى منتخب في إفريقيا وخسرنا 12 لاعبا بسبب كورونا. أكد المدير الفني للمنتخب الأنجولي بيدرو جون كالفز على صعوبة مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام المنتخب الوطني، واللي طبعا هتقام بعد غد الأربعاء على ملعب استاد الدفاع الجولي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022. وقال مدرب منتخب الأنجولي: من المؤكد أن غياب صلاح والنني عن منتخب مصر مؤثر، لكن مصر أقوى منتخب في إفريقيا وتمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين. طبعا يعني المدير الفني الأنجولا شايف أنه على الرغم من غياب النني وصلاح، ولكن هو برضو شايف ان يعني باقي اللعيبة قادرين على تعويض هذا الغياب. واضاف: اذا خسرت مصر لاعبين اثنين بحجم لاعبين اثنين بحجم صلاح والنني في المواجهة المقبلة امامنا، فنحن خسرنا 12 لاعب بسبب ازمة كورونا والاجراءات الاحترازية. ووصل ايضا: خسرنا 7 لاعبين امام جامبيا وامام الجابون بسبب الاجراءات الاحترازية. واتم في النهاية، في نهاية التقرير وتصريحاته: درست منتخب مصر جيدا وأعلم مدى قوته في التحولات الهجومية، لكنه أيضا يمتلك نقاط ضعف سنعمل عليها، بكل تأكيد ستكون مهمة صعبة بسبب الغيابات، لكنني أثق في روح المجموعة. من موقع في الجول: في ليلة ظهور ميسي، باريس سان جيرمان يجتاز رامس بثنائية امبابي. في ظهور ليونيل ميسي طبعا الأول بقميص باريس سان جيرمان، تغلب فريق العاصمة على رامس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الفرنسي. ولم يبدأ ميسي ضمن التشكيل الأساسي، حيث حل في الدقيقة 66 بدلا من النجم البرازيلي نيمار. وتعد هذه هي المشاركة الأولى لميسي طبعا مع الفريق بعد غيابه عن قائمة المباراتين الماضيتين ضد ستراسبورغ وبرست. طبعا آتت اللحظة المنتظرة لكل جماهير ليونيل ميسي مساء أمس الأحد في هذه المباراة، في الدقيقة 66 بنزول ليونيل ميسي بدلا من نيمار، وحاول ميسي كمان صناعة فرصة لمبابي في الدقيقة 78 بتمريرة داخل المنطقة، حاول مبابي يعني إعادتها إليه مرة أخرى، ولكن طبعا اعترض الدفاع مسارها. نهاية المباراة رفعت رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل رامس المركز 17 بثلاث نقاط. ثالث أخبارنا النهاردة من البوابة سبورت: أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال. سقط فريق طبعا أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني في فخ التعادل على أرضه وسط جماهيره أمام ضيفه فياريال بهدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. بهذه النتيجة طبعا رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، بينما يعني فياريال فشل في تحقيق الفوز الأول مكتفيا بثلاث تعادلات. ومن صحيفة الشرق الأوسط: توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وجرينوود ينقذ يونايتد. تصدر فريق توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على واتفورد بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة، واللي شهدت أيضا تعادل بيرني مع ليدز 1-1 وفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0.
كمان يعني التقرير رصد انه بيدين توتنهام طبعا الفضل في هذا الفوز للاعبه يونغ مين سونغ الذي سجل هدف المباراه الوحيد في الدقيقه 42، وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامه الكامله في مبارياته الثلاث الاولى ليرفع رصيده الى 9 نقاط في صداره الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر. كمان أضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يدين بالفضل في فوزه على وولفرهامبتون بصعوبة بنتيجة 1-0 طبعا للاعبه ميسن جرينوود الذي سجل المباراة أو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 81، ورفع بهذه النتيجة مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث. وأخيرا من الجمهورية أونلاين البارالمبياد، 23 ميدالية للعرب في طوكيو. تمكن طبعا اللاعبون العرب من إضافة المزيد من الميداليات في بطولة الألعاب البارالمبية واللي بتجرى في طوكيو حاليا، وارتفع عدد الميداليات العربية في البطولة ل 23 ميدالية، حيث دخلت دولتان عربيتان جديدتان في قائمة الميداليات. حققت الإمارات طبعا أولى هذه الميداليات، حيث حصلت على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد الحمادي، وذلك في منافسات سباق الكراسي المتحركة 100 لفئة T34، وكان التونسي وليد كوتيلة حصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق. كمان يعني حقق رقم قياسي جديد، يرتفع عدد ميداليات تونس في هذه البطولة إلى 2 ذهبية وفضية وبرونزية. كذلك أضافت الكويت ميدالية فضية عن طريق اللاعب أحمد المطيري في منافسات سباق 100 متر T33 رجال، وتتفوق الجزائر في مجموع الميداليات حيث حصلت على 7 ميداليات ذهبية وفضيتان و4 برونزيات. كمان حصلت مصر على ميداليات 4 فضية و2 برونزية. وأخيرا الأردن يعني استقر عدد ميدالياتها على 2 وبرونزية. دي كانت أبرز أخبارنا وعناويننا في جولتنا الصحفية اليوم، بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية المتميزة. صباح الفل عليك. شكرا ليك يا مريم، شكرا ليك يا هنا، زملائنا الأعزاء.